وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم مجيدة. مجيدة تمثيلية اجتماعية في حلقات، أعدها للإذاعة دغمي حكم، إخراج حماد التونسي. الحلقة الثامنة. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات إذاعية مغربية. اسمحوا لي، سمعت بعض الأصوات وما عرفتش شكون اللي هنا. أنا متأسف يا سيدتي على وجودنا، وكنطلب من مسامحة. الواقع أن السبب المجيد لي هو أنني في حاجة أكيدة باش نشوف السيدة كنزال اللي كتعمل كل ما في استطاعتها باش تقوم بواجبتها على أحسن حال وما تقلق حد، وبالخصوص أنتين. وأنا كذلك. وكيف هو حال سي حميد؟ بخير شكرا. وجدتيه اليوم سافر. الله، وخلى العروسة وحديها؟ ما خافش عليها؟ كنزة قدمي دي العروسة بس نقدم لها احتراماتي ومتمنياتي. سيد كمال لالا متشرفين. وأنا أيضا متشرف بالتعارف، كنتمنى نتعرف عليك فرصة مقبلة، وغادي تقدمي لي خدمة كبيرة لما ذكرتي حتى حاجة على الزيارة للسي حميد، لأن هذا غادي يسبب بعض المشاكل السيدة كنزة. كن هاني. شكرا شكرا وداعا يا سيدتي، وثقي أنني مسرور بعد التعارف، وكنتمنى نشوفك مناسبة قريبة. كنزة الله ينيك، ولما تبغي تصلي بيا راكي كتعرفي فين. غريب، خليتي تستقبلي السي كمال في قاعة من القاعات ديال الضياف، واستقبلتيه هنا في هذا الجناح الغربي اللي تقريبا مهجور. إذن هذه فرصة مناسبة باش نقوم معاك بجولة في هذا الجناح الغربي إلا ما عندك مانع. ما عندي حتى مانع. تفضلي سيدتي. هذا بيت النعاس ديال سيدتي مجيدة الله يرحمها، هذا هو فراشها، جميل وأنيق. وهذه كسوت هاد النعاس اللي كانت لابسة آخر مرة قبل ما تموت، وهذه كسوة ديال الدار كما خلات هذيك الليلة اللي مشات فيها وما عودتش رجعت، الليلة اللي غرقت فيها، كانت طول منك. وإلا بغيتي تأكدي لبسي هاد الكسوة هانتي. ما كاين علاش، بلاش كتبغي تشوفي الملابس ديالها. تفضلي. كلهم مازالين محفوظين في المريو. هانتي هاد الكسوة كان هداها لها حميد في عيد ميلادها، وذكرت لي بثمنها ولكن نسيت. سي حميد كان كيبغيها تلبس اللون الفضي، ولكن هي جميع الألوان كانت كتواتيها. كانت لما كتلبس هاد الكسوة كتكون رائعة. قلبيها، ريحة العطر مازال كتفوح منها بحيلة هاد البارح زولتها، وهاد القفطان عمرها ما لبسته. النهار المشؤوم كانت لابسة سروال وشوميز، ولكنهم لما عطروا عليها ما وجدوها لابسة حتى حاجة، حتى واحد ما استطاع يميز وجهها الجميل. وجدوها بلا يدين، ورغم ذلك عرفها السي حميد. واش ما كتشعري شيء أنها الآن بحال غير خرجت تزور بعض الجيران وفي العشية تعاود ترجع؟ بعض الأحيان كانت تخيلها كتتحدث معايا وكتطلب مني نقضي لها بعض المآرب. واش ما كتظني شيء أنها الآن كتشوفنا وحنا كنتكلموا؟ ماشي بعيد الأرواح كيراقبوا الأحياء، كتير ما كيتخيل لي أنها غادي ترجع لهنا وتراقبك انتي والسي حميد. لالا سلوى، هذه لالا توريا كنحتضرك في التليفون. واخا هاني ماجيه. الو شكون؟ الو سلوى. هذه لالا توريا، كيف حالك؟ بخير الله يبارك فيك. كيف حال سي ادريس؟ لاباس.
كي دايره مع الحياه الجديده؟ ايوا على كل حال الواقع الحقيقه انا في غايه السعاده. قلت لك سلوى انا غاديه اليوم وغاديه نزور جدتي رحمه، وإلا كنت باغيه تمشي معايا هذه المناسبه وبالخصوص هذه الايام لما كنت عندها خبرتها بان حميد تزوج ولحات عليا باش تشوفك، فهمتيني؟ شنو نظرك؟ غادي نكون فرحانه الا دزتي على عندي ومشينا نجميع. مزيان، ايوا انتظريني مع الثلاثه من بعد الظهر. الله يهنيك هاد الساعه. الله يهنيك. ام رحمه كيف حالك؟ هذه توريا، ايوا توحشتك يا بنيتي، شحال هذه ما جيتي لعندي. وهاد الايام كان عندي خالد مريض وما كلش نفرقوا. مسكين وليدي خالد، ايوا كيف بقى شويه؟ الحمد لله. تعيلي بدا كيكبر. ايوا شحال دابا هذه في عمره تكون؟ وفي الشهر الداخل غادي يكمل 4 سنين. تبارك الله تبارك الله. مرحبا. نعم بنيتي، راني جبت معايا شمر. مرحبا بها، ونهار كبير هذا. وشكون هي هاد المراه يا بنيتي؟ شكون؟ مرات خي حميد، راها مش حال هذه وهي باغيه تجي تشوفك، ولكن الاشغال ديال خاي هي اللي منعته باش يجيبها. قربي الحدايا يا بنيتي قربي. مرحبا بمرات وليدي حميد. ومالو ما جاش معاك؟ مسافر، ميعاد غدا عاد يرجع. الله يجيبو على خير. وشنو سميتك؟ سلوى. سلوى توريا، قل لهم يوجدوا لنا اتاي والحلوى يالله يسيرين. مرحبا ونهار كبير هذا بمرات وليدي حميد. ايه ومالك عاد جيتي اليوم؟ ايوا هاد كتاب. هاو ما جيباتك، هاو ما جيباتك. الله يرضي عليك بنيتي. قولي لي اسلوى، واش انتي ساكنه في قصر الزهور؟ امي انتي كتعرفي انها عايشه في قصر الزهور ملي تزوجات بحميد. ها اش هاد الهضره؟ حميد مزوج بمجيده، واما هادي انا راه عمرني ما شفتها في قصر الزهور. انا يلاه كنعرف مجيده. امي انتي كتعرفي ان مجيده فين هي؟ مالكم ما جبتيوهاش معاكم؟ اشنو وقع لها؟ انا متاسفه يا اختي سلوى، ما عرفت ما نقول لك. ما تقلقيش شي باش ما كاين. ما كنتش كنظن ان ام رحمه يستر منها هالكلام، وبالخصوص انها كتعرف على كل شيء. من جيتي انا كنعذر ام رحمه، لان السن ديالها كيجعلها تنسى كل ما سمعت. كانت عندها مجيدة عزيزه، ولكن والله لو كان عرفت هذا الشيء غادي يوقع ما نطلب منك تجي معايا. انا هذا الشيء اللي وقع ما كيهمنيش، ولكن اللي سمع هذا الشيء غادي يدير فيا انا اللومه. ما كيخصك تخبري حتى شي حد. انا كنفضل ننساو هاد القصه بحال الا حتى حاجه ما وقعت. احمد؟ نعم لالا. حميد جا؟ ايه لالا، وراه في المكتب ديالو مع كنزه، وراه كيغوت عليها. ما كيهمش شكون اللي خبرني، المهم ان كمال شاف السياره ديالو البارح هنايا. ولا عندك الغرض تقبلي معاه يمكن لك تشوفيه في محل اخر بعيد من هنا، كتسمعي؟ واخا سيدي. وما يعاودش يوصل لهنا مره اخرى، انا كنسرع عليك. ولا عاود شاف هنا راه كيما تلومي الا نفسك. طيب يمكن لك تمشي في حالك، سيري شغلك الا عندك شي شغل. شكون اللي خبروا ان كمال كان هنا؟ شكون؟ حميد. الحمد لله على السلامة. فين كنتي؟ مشيت أنا واختك توريا اللي عند جداتكم ورحمة. وكيف كانت مع صحيحتها؟ إيوا على كل حال لاباس. وفين هي توريا؟ وصلتني ومشات، ظنت أنك مازال ما جيتي. حميد؟ نعم. هاد المرة لما تبغي تمشي تسافر ديني معك. وعلاش؟ لأنني بقيت غريبة. صح. ما دانيش النعاس الليل كله انا غير حميد. مالك شفتك بحال مقلق وشي حاجه بيك؟ لا لا والو، غير العيا ديال الطريق، هو السوغان كيعاي شويه. حتى انا كنشعر بالتعب مع انني دوزت هذا النهار في غايه ما يكون. كيفاش
مالي ما عجبتك شيء؟ خلاص 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 يا دريس، ولما انت شي حمق باش تمشي بهذه الكسوه. يا قلتي حفله بالمناسبه ديال قطف الزهور. متفقه معك، ولكن اقترحت على خاي باش يحتفل في مره بالذكرى ديال الزواج ديالو بسلوه. كيف ما كانت احوال، انا اللي لبست هذه الكسوه غادي نبدل الجو وندخل السرور على الحاضرين. وانا كنقول لك البس كسوه. مرحبا بكم ديالها الطبيعيه وكذا. محب المسلسلات وانا دابا كنطفى الريح. اذا بعد عاد نسميوه من هنا نهار الحفله يحن الله. واش تي دابا شفتي انت شحال ظريف بحال الخريف. الى اللقاء معكم في الحلقة القادمة بحول الله.